السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الفريق اللندني في الدور الإنجليزي يقترب من ضم سعيد بن رحمة. إن شاء الله ربي كما يقول لك 12:29 دقيقة، 12 تاع الليل، استاذر وك رانا نديروا عليها، وين طبط اسم جناح الجزائري سعيد بن رحمة بخطوة انتقال إلى الدور الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة. هنا على بالك باللي بن رحمة اللي اسمه شاع بزاف في الصيف، تشيلسي، أرسنال، ليفربول، توتنهام، مانشستر سيتي، باير ميونخ، ومن بعد هودوه مسكين للطليان، ومن بعد جابوه لإسبانيا، ومن بعد داوه لباريس سان جيرمان، ومن بعد داوه لمارسي، ومن بعد عاودوا ولاو، ومن بعد تصاب روحو مسكين يلعب في الدوزيام ديفيزيون في إنجليز. إن شاء الله بربي يروح للنادي الويست هام، إن شاء الله بربي نشوفوه في البرومي ليغ، نشوفوه، المهم يلعب برومي ليغ، المهم يفجر الطاقة تاعو في البرومي ليغ. مليح حالو بريمير ليغ، الاضواء، الشهره، بزاف صوالح، متتبعين بزاف صوالح، بزاف صوالح، اي لقطه يديرها يطرطق فيها. راك تشوف في الدوزيام ديفيزيون يتريبلي الفيسبوك والمواقع تطرطق به. على هذيك نقولوا بلي في البريمير ليغ الموند كامل يشوفها. قالوا ان شاء الله ويست هام، ليفربول، ويست هام، توتنهام، مانشستر سيتي، يعني عنده كيفاش يشوفوه، واللي عنده هو عنده الوسائل تاعو، الوسائل تاعو في الفنيه تاعه ويشوفوه. هذه هي ان شاء الله بربي. وين ياتي ذلك بعد تألقه الكبير، وين شنا كيفاش، وين ارتبط اسم الجناح الجزائري سعيد بن رحمة بخطوه انتقال الى الدور الانجليزي خلال الفتره الاخيره هذه، وين خاصه وين اللعاب تاع شنا كيفاش لعاب، وين صرح بها وزاد صرح بها، قال لهم بن رحمة جاي للنادي تاعنا، وان شاء الله بربي تكتب برك. حنا راهي 12:30 ما نعرف، نقارعوا على الله ان شاء الله بربي. وتاتي ذلك بعد تألقه الكبير مع فريق برينتفورد الذي يلعب في الدور القسم الثاني في الإنجليز، وين ويست هام يقترب من ضم بن رحمة نجم برينتفورد. وشلنا اللعاب تاع ويست هام في المواقع، وين طلقوا التصريح التغريدة تاعو، وين قال لهم بن رحمة راه جاي صايك وعاودها دارها وزاد عاودها أكدها. هذه حاجة أخرى. وبحسب تقارير نشرتها شبكة سكاي سبورت البريطانية، فإن نادي ويست هام قريب جدا من تواصل اتفاق يقضي بانتقال بن رحمة إلى صفوفه. حنا كاين فينك هضره، قال لك يا ودي راه خرج من المعسكر وراح، قال لك مكاش منها، واحد الموقع شتها قال لك يا ودي مكاش منها باللي خرج من المعسكر تاع المنتخب الوطني الجزائري. حنا المهم إلا فيها فايدة صح بيروح يسني ولا تنجمش كيفاش يطلقوه ولا ما يطلقوش ولا غير الماناجير تاعو ولا ما تنجمش تعرف. على هذيك نقولوا بلي هي بالك اللي غدوه ان شاء الله الصباح شاي الساعه 12، تما بالك اليوم بالك على 12 ولا الصباح ولا يطلقوا ولا في الليل ولا ما تنجمش تعرف. وذكر التقرير ان الناديين في مفاوضات متقدمه بخصوص الصفقه التي قد تكون بقيمه 30 مليون بوندا، وذلك الاستفادة من خدماته خلال هذا الموسم الحالي من بريمير ليغ. يعني ويروح وقيلا قال لك بخمس سنين وقيلا، المهم احنا المهم يخرج. وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن نادي كريستال بالاس مهتم أيضا بخدمات بن رحمة، وذكر تقارير أن أندية الدور الإنجليزي بمقدورها التعاقد مع لاعبين من القسم الثاني حتى 16 من أكتوبر الحالي. شوف كيما سليماني كو يبغي يتنقل ما بين الانديه تاع بريمير ليغ ما ينجمش، بصح الانديه يروحوا يجيب الانديه تاع بريمير ليغ يجيبوا من الدوزيام ديفيزيون عندهم حق. هما القانون دايرينو كيما هكا الى 16 اكتوبر، وهذه خدمه بن رحمة مزيه، كاين القانون اللي يخدم بن رحمة. وكان بن رحمة قد تالق
للغاية الموسم الماضي مع ناديه الذي خسر بطاقة التأهل للبريمير ليج بعد خسارة مباراته الفاصلة ضد الجار فولهام، ويأمل بالرحمة أن يسير على خطى زميله السابق وهو كسمه الانتقال مع بداية الموسم إلى أولي. هذا أولي الذي انتقل مع بداية الموسم إلى إستون فيلا وتألق بشدة، خاصة في مباراة فريقه التاريخية ضد ليفربول التي سجل فيها ثلاثية. يعني يحوس باش يدير كما الزميل تاعو أولي هذاك، باش يروح ويلعب ويتألق بقوة. رانا نشوفوا الأندية في إنجليز، يعني الديرني يربح البرومي، مكاش على بالك، مكاش القوي ومكاش الضعيف. كي تشوف أنت البرومي يلعب ولي مكلاسي الديرني، تشوف المباراة تحسب في زوج مكلاسي برومي، يعني نيفو عالي جدا، رافيع، راقي جدا، راقي راقي. ما تشوفش بلي كيما تشوف باريس سان جيرمان مع نيس، تشوف الفرق كبير. بصح كي تروح للانجليز ما تشوفش الفرق كبير على بالك. اللي مكلاسي الديرني يلعب مع البرومي، شنا العام اللي فات نورويش سيتي مع ليفربول خسر في الطومور، تحسب بلي مكلاسي برومي، خسر في الطومور في 91 محمد صلاح مركانه تتفرج بارتيا ما استعقل عليها، هي راني كي عاودتها وكاينش عمل بارتيا قاعدين نعاودوا فيها كيما اتليتيكو مدريد مع ليفربول 3-2، اني بارتي هذيك ما مليتهاش انايا، راني متفرجها واحد 17 خطره، 120 دقيقه راني متفرجها واحد 17 خطره. البارسا روما فاني يا ودي كي 3-0 فاني بارتي مطردقه كاع تشامبيونز ليغ، كاين واحد لي بارتي ما ننسى نبدا تحوس تعاودهم. مونسي لايستر سيتي تاع محرز ميتري بلا جوار بالكور تاعه، لايستر سيتي مع مانشستر يونايتد، يعني كاين واحد لي بارتي ما تنساهمش، ما تنجمش تنساهم، ما تنجمش يروحوا من راسك، تتفكرهم مليح. حنا على هذيك نقولوا بدي بالرحمه، خاطش عليه البريمي ليغ شهره، بريمي ليغ شهره، واش راه يقدم في الدوزيام ديفيزيون في انجليز، يعني يستاهل باش يكون مع ويست هام ولا كريستال بالاس ولا، يعني ينجم يكون بالعمل تاعو. شدناه خدام، شدناه خدام، مايغري في المنتخب الوطني مازلنا ما شدناش زعما 100%، ما شدناش كونت نيجيريا ما لحقش نقولوا باللي 50%، نهضروا صح ما حنا ماذا بينا ينجح، بصح ما لحقش 50% مع المنتخب الوطني، ما لحقش 50%. هذه المباراة تاعو الثالثة بالك ولا الرابعة مع المنتخب، والإصابات أنا اللي بدا نقولها بالرحمة، قضية تاع إصابات بالرحمة. نورمالمون 2018 كرة يلعب في البريمير ليغ، والحاجة اللي تمنيتها له بغيتو يطلع مع ليكيب تاعه، كو يطلع مع ليكيب تاعو يا ودي والله كيما حطها محرز بالمسطرة كان غادي يمشي عليها، كان غادي يدير تير مع ليكيب تاعه، بصح حتى هي ما كتبتلهش. وهذه هي البوله تاع انجليز، فريق جا ربحهم هما بيطلعوا ربحهم، ومن بعد تلاقاو ماتش دو بارس طلعت فولها كان والو. على ذلك نقولوا بلي ودي واحد كيما بالرحمه، بالك اليوم الصباح ولا العشيه ولا المغرب يعلنوا على الصفقه تاعو. انا والله ما نكذب عليكم، من الضربه تاع كيسموه تاع ماندي وليت ما نأمنش تنشوف هاكا، تنشوف هاكا دي تريكو صح كيما بلا كيما بن عمري، فاني كل الناس تهدر وانا قاعد نشوف تشتا باش أمنت فارس من بعد الناس قطعت عليه مكاش كاع فارس، من بعد فارس من بعد قطعوا عليه، من بعد تشتا صايك نفرح شتا يلا. هذيك الخدمة تاع النادي تاعو تولي ليكيب ناسيونال، هذيك الخدمة تاعو تولي ليكيب ناسيونال، هذه هي، هذه اللي نحوسوا عليها حنايا. هما المنتخب الوطني كيما يقول لك محتاج كاع أبناء الجزائر، تانتا مناصر محتاجك ليكيب ناسيونال، محتاجك كاع ولاد الجزائر،
خاطش على ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني تاع الشعب، ولي يجي يلعب للشعب مشي تأمر الشعب باش يسكت. الشعب ما غاديش يسكت، الشعب ينتقد، الشعب حاجه يشوفها يهدر، خاطش على ديك ليكيب تاعه تاع الشعب. هذه هي تحيه الجزائر.